أنوه بأن حكم مباراة اليوم الحكم الدولي المعروف الأستاذ فهد الدهمش، يساعده عبد الرحمن المعثم، ويمثل الهلال في مباراة اليوم إبراهيم اليوسف في حراسة المرمى، غازي سعيد، عبد الله فودة، وناصر الشايع، وعلي الكعبي، ومرزوق سعد، وروبرت رافارينو، عبد الله العمار، وناجي عبد المطلوب، وسلطان نصيب، ومحمد نجيب الإمام، ومحمد عبد الله، وعبد الرحمن بشير، وفهد مبارك الحبشي، وعبد الله الجربوع، وفهد عبد الواحد، وصالح سعد، وناصر الرزقان، وشايع الشايع. ويمثل الفريق البرازيلي كارلوس، أوسمار، رمين، بيرفالدو، لوزينهو، رودهي، جيل، فندو، دي جو، باولو، وباولو سيزار، براجار، ونير، وريكسون، ويكسي، ومان فيرستمار. حارس المرمى البرازيلي بيدو يرميها طويلة، ما حصلها غازي وتروح، حصلها العمدة، رجعها وراء لإبراهيم اليوسف. إبراهيم اليوسف حط الكرة على الأرض ومشيها، بيلعبها لناصر الشايع اللي اليوم بيلعب في وسط الدفاع. العمدة، وماشي العمدة طويلة ناحية الرزقان، ما حصلها، حصلها دفاع البرازيلي، تتلعب تروح لناجي، يلعبها طويلة ناحية سلطان بن نصيب، وداخل ومعها نمرة خمسة، يطلعها على نمرة خمسة، تروح لنمرة ثلاثة ظهير البرازيل، يلعبها طويلة ناحية نمرة عشرة، لكن هانز بول لمسة يد. العمدة يلعبها ناحية غازي سعد، غازي طويلة ناحية سلطان بن نصيب على صدره، حصروا دفاع البرازيل وقطعوها منه، تلعب تروح الناجي، حاور ناجي برضو، ماشي ناجي بيلعبها، لكن تتقطع من فريق البرازيل، وحصلها ناجي مرة ثانية، يا سلام لعبة حلوة من ناجي، وتروح للسلطان لكن تطول عليه وتطلع الكورة رامية اوت للفريق البرازيلي. الفريق البرازيلي حيرمي الاوت، الظهير الشمال يرميها ناحية نمرة ستة على صدره، تدخل سلطان يحصلها، تروح لناجي، ناجي يلعبها ريفالينو، ريفالينو يصلحها وماشي بيلعبها، وتروح ل تطول وتطلع الكورة كورنر، اول كورنر، الكعبي داخل كان حيشوط الكورة في الجول، لكن طلع الفريق البرازيلي، طلعت كورنر، ريفالينو بيحاول ويمشي، مش بيقدر مين، يرفع اوفر وما في احد، يحصلها حارس المرمى، يلعبها بيده، تروح للفريق البرازيلي تسعة، ماشي على الدائرة برضو، ماشي بيلعبها لسبعة مع الكعبي، حصلها تروح للإمام، لكن حصلها ناصر الشايع ويطلعها رمية اوت، رمية اوت الفريق البرازيلي نمرة اربعة، تتلعب سبعة، سبعة طويلة هناك وداخل الفريق البرازيلي، داخل الجول، بيشوط في الجول ومع العمدة، بحصلها ويحطها في الجول، ويحطها وتطلع برا، يا سلام يا سلام. الفريق البرازيلي حصل فرصة ثمينة لأن العمدة كان متقدم شوية، وحصل فرصة إنه يحط الكرة في الجول، لكن الله ستر وطلعت الكرة جنب الخشبة. ناصر الشايع ويمشي وبرضه ماشي ناصر، ويلعبها المرزوق، مرزوق ريفالينو، لكن خطأ مرزوق، ريفالينو كان حيطلع ولعب له الكرة، أربعة البرازيلي، خمسة ماشي، ويلعبها الثلاثة الخمسة ثاني مرة للسنتر هاف لنمرة اثنين الظهير اليمين، هد الكرة على الأرض، بلعبها برضو للسنتر هاف مرة ثانية على الدائرة، وافر طويلة ناحية نمرة اثنين، لكن يدخل إبراهيم، يدخل إبراهيم، يقطع يرميها بيده للإمام، الإمام ماشي وبرضو ماشي، ويلعبها ناحية العمار، العمار ماشي وبرضو ماشي، بيحاور بيسيبها للإمام مرة ثانية، المرزوق ريفالينو طويلة ناحية ناجي، لكن تطول عليه، حصلها حارس المرمى، بيلعبها بيده للدفاع، رجعوها وراء لحارس المرمى لنمرة أربعة، الظهير البرازيلي الأسمر بيلعبها في النص لستة وماشي، ولعبها المهاجم، لكن تطول عليه، حصلها ناصر الشايع،
ورجعها وراء لابراهيم اليوسف. لحد الان المباراه فاتره، لانه العشر دقائق الاولى طبعا من المباراه تكون جس نبض، كل فريق يحاول يجس نبض الفريق الثاني. ناجي بيحاول، ناجي يا ترى ناجي حيعمل شيء اليوم؟ ناجي معودنا دائما قدام البرازيل بيظهر مستوى كويس. الامام، الامام ماشي، الكعبي دخل قدام والامام ماشي وشوت في الجول، بعيده بعيده، الكعبي كان داخل، كان مفروض الامام يلعب الكوره للكعبي اللي اخذ له مكان وكان مفروض يلعبها له، لكن راح شاتها في الجول وبعيده بعيده مره عن الجول. ضربه مرمى الفريق البرازيلي، اربع دقائق ولا زال النتيجه تعادل بدون اهداف. دفاع البرازيلي ماشي، شوف يد اليمين يفتحون الزملاء خانه، بيحاول وبرضه ماشي يوصل الدائرة وبيلعبها لنمرة سبعة، نمرة سبعة مع الكعبي، حصلها منه الكعبي يلعبها تروح لريفالينو، ريفالينو سلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب لريفالينو مرة ثانية لسلطان، يا سلام كرهات من سلطان ريفالينو، لكن دفاع البرازيل بيحاصروا بيخلوا الكرة تطلع ضربة مرمى في مربع رقم واحد. ضربة مرمى ستة، شوف الدلمين لقلب الدفاع لثمانية وبرضه ماشي بيلعبها طويلة ناحية الظهير نمرة أربعة اللي داخل بيهاجم ومعاه الكعبي، يحلق عليه الكعبي يرفع أوفر، لكن العمدة برأسه للعمار، العمدة على فكرة اليوم بيلعب في خط الدفاع، وناجي حصلها ناجي وسلطان وياخذ مكان ويلعبها لناجي، وناجي داخل ويحصلها الفريق الدفاع البرازيلي، وبيموه بجسمه وبرجعها بيلعبها لخمسة، خمسة الجناح الشمال، لكن الحبشي يحصلها الحبشي وبراسه وتروح لناجي، ناجي ناجي ماشي في مربع رقم اثنين بيشوف يرفع اوفر لحلو في الارض يحط الارسال، الله يا سلطان، يا حرام يا حرام يا سلطان، فرصه ضاعت يا حرام، فرصه ثمينه ثمينه جدا، ناجي عكس كوره ارضيه لسلطان بن نصيب، لكن سلطان كان مسرع شويه وما تحكم في الكوره، وده كان مفروض الكوره دي جول 100%. معلش هارد لك يا سلطان، خيرها في غيرها. وضربه مرمى تتلعب لحارس المرمى البرازيلي، اول هجمه في المباراه لصالح الهلال. دفاع البرازيلي لنمره اثنين في النص وبرضه بيلعبوا كرات بينيه في النص وماشي وهاجم لنمره عشره، عشره لثمانيه لعشره، لكن اوف سايد، لكن الحكم بيشاور لان الكره طلعت اوت وما فيها خطوره. رجل خط كان رافع الرايه عشان اللاعب كان اوف سايد، لكن الحكم المباراه كان حاسب حساب الكوره هذه وعارف انه ما فيها خطوره وانتهت للاوت ورفع ايده يعتذر لرجل الخط. ضربة المرمى تتلعب لابراهيم اليوسف، ابراهيم يشوف يد اليمين بشوتها طويلة لمين، حصلها نمرة اربعة من البرازيل، يدخل الامام يعدي من الامام يلعبها لنمرة سبعة، سبعة لعشرة، عشرة للجناح الشمال، هناك كرة عكسية حلوة بيلعبوها البرازيل الجناح الشمال وخذوهات بين وتروح الجناح الشمال يرفع اوفر الجول وطلعها الكعبي كورنر، الكعبي طار في الهواء لعب الكرة في الاوت وطلعت الكرة كورنر، اول كورنر على الهلال زي ما قلنا، في كورنر للهلال على البرازيل والان في كورنر للبرازيل على الهلال من مربع رقم سبعة، يتلعب الكورنر نمرة اربعة الظهير اليمين البرازيلي ويرفع اوفر طويلة ابراهيم داخل وما يحصلها ويطلع في الجول، لكن الكعبي براس يطلع الناس في الجول وانا طارت تشات، لكن تروح المرزوق، مرزوق لسلطان بن نصيب، يحاول سلطان، يا سلام يا سلطان، ماشي سلطان وبرضه ماشي يحاول ويهدم من واحد واثنين وتتقاطع تتقاطع وتروح هجمة ثانية للبرازيل، هجمة هنا هجمة هنا كرة سريعة، شوف كيف البرازيل بيقطعوا كرة على طول بيسوي الهجمة نمرة 10 وداخل مع الجول ويعليها فرصة، برضو فرصة ضاعت على البرازيل اليوم، لحد الان احنا بنشاهد فرص ضايعة، فرصتين للبرازيل وفرصة للهلال، يعني لو جت الفرصتين هذه كان يمكن تكون النتيجة الان 2-1، لكن الله ستر وكلها ما جت، ولو ان نتمنى ان فرصة الهلال هي اللي جت، لكن هارد لك، يمكن ان شاء الله خيرها بغيرها.
ضربة المرمى نحت ناجي وبراسه وتروح العمار، لكن يدخل غازي حصلها الظهير البرازيلي ويدخل هاجم وداخل ويحطها في الجول. الله، شوطة قوية لكن مرت من جنب القائم. الفريق البرازيلي بيلعبوا كورة سريعة وبيهاجموا هجماتهم سريعة جدا، وإن شاء الله نشوف الهلال اليوم هو بيظهر بمستوى مشرف ويرفع سمعة الكرة السعودية. لعب ضربة المرمى تروح للفريق البرازيلي نمرة 7 لنمرة 8 يعكسها، لكن ما في أحد، تطلع الكرة أو مرمى في مربع رقم 8. 9 دقائق من الشوط الأول لا تزال النتيجة تعادل بدون أهداف. نمرة 8 الوسط يلعبها للمهاجم الشمال، يلعبها لكن يدخل العمار يحصلها ويدخل ريفالينو ياخذها ريفالينو ماشي وداخل في النص وبيلعب طويلة ناحية الإمام، والإمام مع الظهير اليمين البرازيلي يحصلها الظهير برضه يحصلها الإمام. يلا يا إمام، يلا يا إمام، الكعبي داخل قدام وناجي بيشاور هناك، والإمام برضه محتفظ بالكورة بتتلعب ناحية ريفالينو بحال ريفالينو وسلام ريفالينو. الله، اتقطعت من الفريق البرازيلي وراحت العمار براسه لناجي الغازي للعمار، العمار في النص، يلا عمار الغازي، غازي يشوف الدلمين يلعبها لسلطان، سلطان لناجي عالية ثبتها ناجي وداخل ناجي برضو ماشي ودخل مربع رقم 2 وبيحاول وبرضو بيمشي وبيمول ناجي، يا سلام، يبرفع أفر ناحية الإمام الحارس، يدخل الحارس البرازيلي يمسكها بيده ويرميها بسرعة الفريق للنمرة 7، نمرة 7 لنمرة 10 وطويلها نمرة 10 ويدخل إبراهيم اليوسف وبيده لمرزوق، مرزوق يشوف الدلمين وبرضو ماشي لناصر الشايع اللي بيلعب اليوم في قلب الدفاع للعمار، العمار بيحاور العمار على الدائرة وبيلعبها لسلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب ماشي وبيلعبها ناحية ناجي لكن طويلة عليه وما يحصلها ويسيبوها دفاع البرازيل تطلع ضربة مرمى في مربع رقم 2. حارس البرازيل بيلعب الكورة للمدافع وماشي بيشوف الدلمين نمرة 2 لخمسة لاثنين وطويلة ناحية المهاجم اللي بيحاور يلعبها لنمرة 6 الجناح الشمال، لكن غازي براسه ناجي، ناجي بيموه برضه ناجي ماشي بماشي وبيحاور بيعدي وبيعدي ناجي وبيدخل وبيعكس كورة. الله، عكس كورة لكن دخل حارس المرمى ولقطها. ناجي الظاهر اليوم انه حيعمل حاجة، وطبعا زي ما قلت لكم انه ناجي معودنا دائما قدام الفرق البرازيلية انه بيلعب بمستوى كبير جدا، وان شاء الله اليوم بيلعب لنفس المستوى اللي عودنا فيه. 8 لـ5 لـ8 وخذوا هات، شوف كرة سريعة لـ10 يحاول لـ7 وداخل في مربع رقم 7 ويرفع اوفر عن جول، لكن ابراهيم اليوسف بيده للعمار، عمار ماشي يشوف الدلمين ريفالينو، ريفالينو لغازي ويسيبها لريفالينو مرة ثانية يهدوا اللعب على الهلال، بيهدوا اللعب على الدائرة ريفالينو بيشاور لزملائه بيلعبها لسلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب لغازي اللي دخل بيهاجم، والهلال اليوم بيلعب كورة هادية وبيتحكم في الكورة أوفر، لكن حصل دفاع البرازيلي ويلعبها وتروح لريفالينو على صدره، ريفالينو شوت في الجول، يا عليا عليا ضربة مرمى للفريق البرازيلي. و13 دقيقة من الشوط الأول ولا تزال النتيجة التعادل بدون أهداف. حارس مرمى البرازيل بيلعب الكورة للمدافع بيلعبها للسنتراف مع سلطان بن نصيب بيموه على سلطان تطول الكورة، لكن يدخل عمار يتزحلق على الكورة وتروح الناجي ما يحصلها ناجي، تطلع الكورة رمية أوت لصالح الهلال. غازي حيرمي الاوت،
يرميها غازي على صدر ناجي، ترجع لغازي مرة ثانية لناجي، لكن أوف سايد، في راية مرفوعة وصفارة مسموعة. أوف سايد للفريق البرازيلي، يتلعب مدافع البرازيل يلعبها لرقم اثنين، رقم اثنين ماشي وداخل برضو ماشي وبيلعبها، ترجع له مرة ثانية تروح لستة على صدره ويمشي لعشرة، عشرة يلقطها لستة مرة ثانية، يا سلام اخذ هات ويعليها من فوق راس الكعبي، لكن في فاول، في فاول على الفريق البرازيلي في داخل منطقة الجزاء الهلالية. في بساط سريع بين مهاجم البرازيل، خذ وهات سريع زي لمح البصر. الحكم بيقول حط الكورة في المكان اللي حصل فيه التسلل. ابراهيم اليوسف يحط الكورة، تتلعب طويلة ناحية سلطان وبراسه لريفالينو، يحاول ريفالينو يلعبها عالية ناحية سلطان، وداخل سلطان مع رقم أربعة ورجعها وراء لحارس المرمى البرازيلي، وبيده لنمرة ثمانية وتروح لسلطان مرة ثانية، سلطان ماشي ايش بده من سلطان، قول قول يا سلطان، الله يلعبها ريفالينو لكن ما يحصلها ريفالينو، وتروح لنمرة عشرة من البرازيل المهاجم. شوف هجمة كانت الهلال الآن صارت البرازيل، شوف الكرة السريعة ثمانية، شوف الدلمين وهناك ناحية الجناح الشمال، لكن غازي ما يحصلها غازي، ويحصلها الجناح الشمال ويحاور مع غازي وبيرفع أوفر ناحية نمرة ثمانية، لكن ناصر الشاعر يشيلها عليه ويلعبها للعمار، والعمار لمرزوق، مرزوق يلعبها لناصر الشايع، ناصر الشايع بيحاور ويلعبها للكعبي، الكعبي يلا كعبي ماشي وداخل نص البرازيل ويسيبها للإمام، الإمام السلطان ونقلات سريعة، يلا الكعبي، الكعبي يشوف لمين لعمار، وشيء يبشر بخير انه الهلال اليوم بينقلوا نقلات سريعه وكثيره، يعني لو قدرنا نعد النقلات بنلاقيها اكثر من 6 7 نقلات. غازي بيهاجم، تروح لناجي، ناجي بيحاول يشوف يدي لمين، يلا ناجي يلعبها لغازي، لكن ما حصلها غازي، حصلها دفاع البرازيل وبيحاول، تتلعب للسنترات لكن تطلع الكوره رميت اوت، رمت اوت البرازيل، لكن رمى الكرة من بعيد، الحكم يقول له لا، القانون يقول انه لا اكثر شيء متر واحد، متر واحد عن خط الجانبي، تلعب الكرة برضه تطلع اوت في نفس المكان، رميت اوت للبرازيل. 17 دقيقة من الشوط الاول وتعادل الكرة السعودية والكرة البرازيلية، وان شاء الله ان الكرتين السعوديه والبرازيليه يمتعوا الجماهير الغفيره اللي حضروا من ساعات مبكره عشان يشاهدوا الفريقين وهم بيقدموا احلى العروض. العمار يلا عمار على الدائره لسلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب وراء ناحيه غازي، غازي ماشي للعمار على الدائره برضه ماشي، تطول عليه يحصلها نمره خمسه ويلعبها لنمره تسعه وماشي، وبرضه يعدي من العمده وماشي، والعمده يحلق عليه وداخل وبيحاول يرفع اوفر ويلعبها لنمره سبعه، نمره سبعه لنمره خمسه لتسعه لاربعه، وشوت في الجول عاليه وبعيده، شات الكوره في الجول، يبغاها كوره زي ما نقول سكرو ملفوفه، لكن طلعت الكوره عاليه، ضربه مرمى للهلال المربع رقم ثمانيه، العمده حشوت الكوره، يشاور لزملائه ويلعبها ناحية مرزوق براسه لغازي، غازي الناجي، لكن في راية مرفوعة تقول ان الكورة طلعت اوت، رمت اوت برازيل ثمانية على الدائرة وبيمشي، لعبها رقم اثنين، اثنين بيحاور لسبعة يسيبها لثمانية، لاثنين مرة ثانية لداخل بيهاجم لعشرة لتسعة ويشوت في الجول وتخبط في الكعبي وترجع له مرة ثانية شوت على صدره، لكن يطلعها الكعبي، يطلعها الكعبي لكن تلمس في يد لاعب البرازيلي لأنه صلح الكرة بيده واحتسبها الحكم هانز بول لمسة يد.
ابراهيم اليوسف حارس الهلال يحط الكره عشان يشوط الهاندز بول وطويله ما في احد يحصلها دفاع البرازيل يلعبها بسرعه لنمره خمسه اللي في النص وبيعكسها لكن حصلها مرزوق لغازي غازي هد الكره العمار وما يحصلها يحصلها الدفاع البرازيلي لكن تروح العمار يلعبها سلطان بن نصيب واضح اوفسايد يا عمار مفروض تلعب الكره بالعرض لانه سلطان كان في موقف تسلل واضح اكثر من اللازم مفروض انه اللاعب دائما يحاول انه يعرف كيف يمرر الكره ومتى يمرر الكره لزميله مثلا اشوف زميلي في موقف تسلل يجب ما امرر الكره له في الدائره الفريق البرازيلي تتلعب لكن ما يحصلها الجناح اليمين تطلع اوت الامام العمار على فخذه والمرزوق لكن تقطعها الفريق البرازيلي تروح رقم اثنين رقم اثنين على الدائره ل 11 باولو سيزار ل 10 لباولو باولو مع الكره حاور لكن في فاول في فاول طبعا معروف انه باولو سيزار من اخطر المهاجمين البرازيليين واخذ كره خذ وهات بينه وبين زميله نمره 10 لكن دفاع الهلال دخل عليه دخله واحتسبها الحكم ضربه حره لصالح الفريق البرازيلي والهلال بيعملوا حيطه الهلال بيعملوا حيطه والفريق البرازيلي بيوقفوا مع الحيطه عشان يفتحوا ثغره مفروض انه نستفيد من اي حركه بيعملها الفريق البرازيليين لانهم طبعا فريق سابقين تتعب تخبط في الحيطه وتطلع الكوره كورنر مفروض نستفيد من اي حركه بيعملها الفريق البرازيلي لانه يعني هدفنا من المباراه هذه انه نستفيد من الاحتكاك اللي احنا بنعمله مع الفرق العالميه ترفع كورنر وتلعب تروح للامام ما يحصلها الامام برضه تطلع كورنر كورنر الفريق البرازيلي نمره سبعه من الفريق البرازيلي حيشوط الكورنر انا شايف تلعب الكره ناحيه باولو سيزار براسه تروح العشرة لكن حصلها ناصر الشارع ويطلعها اوت رمية اوت للفريق البرازيلي تتلعب ناحية باولو لكن حصلها ناجي يلا يا ناجي ماشي ناجي ويلعبها ناحية سلطان حصلها نمرة اثنين نمرة اثنين ذا لاعب بينتقل في كل مكان سنتر هاف وظهير يسار وشمال ويمين في كل مكان يتنقل وماشي ويلعب الكرة لزميل السنتر هاف بيحاور برضه بيموع على سلطان بيلعبها طويلة ناحية نمرة سبعة ومعاه الإمام الكعبي الكعبي رجعها لإبراهيم اليوسف الكعبي العمدة عمدة ماشي تنقطع من العمدة تروح هجمة هجمة الفريق البرازيلي حطها بالجول حطها بالجول حطها 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 فعلا جول 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 العمدة تلكى في كورة تلكى في الكورة هذه ولعبها لعبة خاطئة وعلى طول جت جول الفريق البرازيلي جول بيستغلوا أي خطأ من أي مدافع شوف كيف غلطة واحدة غلطة من مدافع الهلال العمدة ركبت جول في مرمى بسنتر الهلال لكن معليش برضو الهلال نتوقع انه برضو يلعب مباراة كويسة وما مش مهمة النتيجة لكن المهم انه نستفيد ونحتك نستفيد من احتكاكنا هذا تتلعب يلا يا كعبي يا داخل كعبي يا كسافر ودفاع البرازيل يقطعوها تروح للامام الامام يا سلام ما حصلها تروح مرة ثانية الفريق البرازيلي ثمانية للعمدة يلا عمدة حصل العمدة ويموه العمدة يا سلام وماشي العمدة برضو ماشي يلعبها المرزوق ويهد الكرة الهلال للإمام الإمام يشوف يد لمين وطويلة ناحية غازي في الجهة الثانية غازي مع قدامه ناجي وقدامه سلطان ويشوف يد لمين وبيلعبها لناجي
ناجي معاه الظهير اليمين عدي منه وبرضه ماشي ويدخل ناجي يعكسها في الجول. الله يا ناجي الله فرصة. مفروض ناجي يعكس الكورة هذه برا للكعبي والإمام وسلطان بن نصيف اللي كلهم أخذين مراكز استراتيجية، لكن معلش هارد لاك مرة ثانية. نمرة اثنين من الفريق البرازيلي ماشي بهد الكورة بيلعبها لزميله نمرة خمسة، نمرة خمسة لقلب الدفاع الأسمراني بيلعبها ناحية باولو سيزار ورجعها ورا لزميله اللي خذ له مكان. شوف كيف البرازيل بياخذوا مكان أماكن لبعض تتقطع من العمدة. يلا عمدة لمرزوق، مرزوق للكعبي، الكعبي ماشي ماشي الكعبي برضو داخل بشوف يد اليمين وبرضو ماشي والإمام معاه يلعبها للإمام والإمام بيحلق على دفاع الفريق البرازيلي وبرجعها وراء لمرزوق. مرزوق يهدي يلعب الكرة طويلة ناحية ناجي، ناجي براسه للعمار، العمار اللي دخل في الجناح اليمين وبرجل الشمال في الجول لكن ضعيفة تطلع الكرة ضربة مرمى للفريق البرازيل. 25 دقيقة والنتيجة 1 البرازيل لا شيء الهلال. حارس البرازيل يشوف يد اليمين وبيده يلعبها الرقم 2، رقم 2 مع سلطان يلعبها لستة لباولو سيزار طويلة نمرة 4 لك العمدة، عمدة واعي ومغطي حصلها ويلعبها ناحية ريفالينو، ريفالينو للعمار لغازي لناجي يحاور ناجي لكن تنقطع منه وتروح لتسعة من البرازيل وداخل داخل نمرة 9 ومعاه نمرة 10 ويلعبها لكن تقطعها الكعبي يحصلها الكعبي وماشي. يلا كعبي، الكعبي ريفالينو، ريفالينو ماشي بيشاور لزملاء بيلعب كرة حلوة لمرزوق. يلا مرزوق اللي جاء في جهة الشمال مع الكعبي يلعبها لسلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب مع العمار يلعبها بالعرض العمار، عمار لناجي وناجي مع الظهير اليمين اللي لازق في الظهر عنده فكرة عن ناجي لكن بيحاول ناجي بيعكسها بيحصلها الفريق البرازيلي وبيطلعوها وتروح ثاني مرة لباولو سيزار لخمسة، خمسة لتسعة، تسعة لعشرة، عشرة ماشي لتسعة لباولو سيزار على صدره بيهوش وبيقطعها منه الكعبي تروح ريفالينو، ريفالينو على الأرض سريعة للعمار، العمار ماشي لناجي. يلا ناجي العمار مرة ثانية خذوا هات بحاور العمار ريفالينو لناجي. يا سلام يا ريفالينو راحت من ناجي وتروح للإمام، الإمام يلعبها لناجي داخل ناجي داخل ناجي وكورنر، كورنر للهلال، كورنر للهلال، كرة اتلعبت من ريفالينو لناجي ويدخل معاه المدافع البرازيلي ويطلعها كورنر. ناجي حيرفع الكورنر ويرفعها اوفر ما في احد ويدخل الحارس البرازيلي يطلعها تروح للريفالينو يلعبها عالية عالية بعيدة عن المرمى ضربة مرمى للفريق البرازيلي والحكم بيلفت انتباه اللاعب رقم 6 من البرازيل وكرت انذار للاعب رقم 6 البرازيلي وبيسجل رقمه. الحكم بيتابع اي حركة اي حاجة عشان يحافظ على المباراة وتطلع المباراة بمستوى مشرف وتطلع مباراة ممتعة بعيدة عن الخشونة بعيدة عن اي لعب ارتجالي. اصيب باي حاجة تقلص ولا مش عارف ايه، ضربة مرمى للبرازيل حارس المرمى يحط الكرة يلعبها لرقم 2، رقم 2 لستة، ستة ماشي السنتر هاف للظهير الشمال رجعها وراء الحارس المرمى. كورنر للفريق الهلالي في مربع رقم 2.
مرزوق يسيبها الناجي يلعبها لكن براسه الدفاع البرازيلي ترجع الناجي مرة ثانية بحاور ناجي بشوف الدلمين برضه بحاور بموه يا سلام ناجي ويلعب أوفر ناحية العمدة اللي دخل قدام لكن ما يحصلها ضربة مرمى للفريق البرازيلي تتلعب الرقم اثنين شوفوا قديش بقول رقم اثنين لأن اللاعب ده بيتنقل في كل مكان دائما في خطوط في خط الدفاع كله لثمانية لسبعة لسبعة مرة ثانية وداخل نمرة سبعة وماشي ومع الكعبي عدي من الكعبي وبيحلق عليه الكعبي وبتزحلق عليه الكعبي لكن تروح لنمرة ثمانية لنمرة خمسة براسه الله نقلات فظيعة وحلوة وسريعة الفريق البرازيلي بيلعب نقلات سريعة وحلوة يجب ان يستفيد من النقلات هذه ريفالينو طويلة ناحية الامام ما حصلها حصلها رقم اثنين لرقم اربعة لثمانية لكن حصلها مرزوق يلا مرزوق برضو مرزوق يحاور بلعبها ريفالينو يحاور لسلطان بن نصيب سلطان بن نصيب يلعبها لكن نمرة اثنين حصلها ويلعبها لثمانية لعشرة عشرة ماشي لتسعة لثمانية الباولو سيزار اللي ماخذ مكانه في الجناح الشمال وماشي باولو بنمرة خمسة الباولو مرة ثانية يحط باولو على الأرض وبيلعبها سريعة لنمرة تسعة الأولى ما يحصلها ونصر شعب راسه مرزوق لناجي ناجي ماشي يحصلها ناجي يلا ناجي بحاور ناجي بموه برضه بحاول يعدي من واحد واثنين لكن تطول عليه ويقطعها نمرة ستة لنمرة اثنين نمرة اثنين ده هو اللي بيهدي الفريق وبيهدي الهجمة نمرة اربعة بحاور ومعها الامام يحصلها منه الامام يلعبها بكعبه للكعبي الكعبي برضه بيعمل حركة والجماهير بتصفق للكعبي الكعبي في ناجي بيشاور لهناك ويلعبها المرزوق بالعرض لناصر الشايع ناصر الشائع شوف الدلمين وبيحاور ناصر بيلعبها طويلة ناحية ناجي يا سلام ناجي لريفالينو لا للإمام لكن ما حصلها بتروح نمرة سبعة ويحاور معاه الكعبي يرجعها ورا الرقم خمسة لثمانية خمسة بيحاور وبرضه ماشي داخل منفرد الجول حطها في الجول حطها جول جول حطها الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 34 نمرة ثمانية من فريق البرازيل حصل كرة حاور فيها بكل بساطة بهدوء وبتحكم مشى بالكرة حتى ما دخل على إبراهيم اليوسف وبكل ثقة حط الكرة في الزاوية البعيدة وسجل الهدف الثاني للفريق البرازيلي خمسة وثلاثين دقيقة من الشوط الأول والنتيجة اثنين البرازيل لا شيء الهلال الإمام ريفالينو يلا ريفالينو لمرزوق للعمار العمار لريفالينو لكن تنقطع ثمانية لسبعة اللي داخل داخل شوف نمرة أربعة كيف داخل معاه نمرة أربعة ويرفع أوفر نمرة أربعة ويحصل الله الله أروع هدف في المباراة هدف رائع جدا 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 كرة معكوسة سريعة للمهاجم اللي بكل ثقة وبكل بساطة داخل يحط الكرة في الجول يسجل الفريق البرازيلي الهدف الثالث وثلاثة أهداف للفريق البرازيلي لا شيء الهلال ريفالينو ريفالينو وفي صفارة والحكام بيشاور على لاعب البرازيلي وكارت انذار للاعب البرازيلي رقم ستة وبيحسب الحكم فاول لصالح الهلال على الفريق البرازيلي ريفالينو عنده الكرة هو اللي حيشوف والبرازيلي بتلعب الكرة ناحية الكعبي يعليها الكعبي لمين يا كعبي امسكها حارس المرمى بكل بساطة وبيده لعشرة الباولو سيزار 11 لخمسة لستة لخمسة مرة ثانية لستة بهد الكورة لتسعة الباولو سيزار لعشرة
عشرة الخمسة، يهدي الكرة على الأرض ورجعها لثمانية، ثمانية لسبعة، سبعة ثمانية مرة ثانية، يشوف الدلمين التسعة طويلة لباولو سيزار. يا سلام بيقدعوا الفريق دول، بيلعبوا كرات بينية بينهم بعض وبعدين ينقل الكرة بسرعة لمكان فاضي هناك ما في أحد. لنمرة تسعة حصلها وشوت في البور عالية عالية أو بعيدة. الفريق البرازيلي بيلعبوا كرات بينية ضيقة بين بعضهم لحد ما يفتحوا ثغرة في من ناحية الأجنحة وبينقلوا الكرة بكل سرعة للجناحين اللي بيكونوا غير مراقبين، بيكونوا هجمة سريعة وخطيرة ودائما بيحققوا منها نتائج سريعة. ضربة مرمى نمرة اثنين يهدي وراء لستة، بيحاول يمشي سنتراه بيلعبها لثمانية لستة داخل يلعبها العشرة لأربعة، أربعة أوفر باولو سيزار براسه يحطها في الجول لكن إبراهيم اليوسف حصلها وبيده الناجي للعمار لمرزوق، ويحاور مرزوق لناصر الشايع للكعبي، يلا يا كعبي يلا يا كعبي للعمار، يلا عمار لناجي على الدائرة وبكعبه للعمار ثاني للكعبي، وماشي الكعبي للإمام لمرزوق لبقاليوم. يا سلام لإمام حطها بالكعب، الله يا إمام، الله يا إمام، فرصة ثمينة يا إمام، هجمة حلوة للهلال ضيعها الإمام، هجمة حلوة بساط خذ وهات أربعة أو خمس أو ست سبع مرات لحد ما توصل الريفالين ويصلحها مقشرة للإمام وما عنده أحد، وبدل ما يحط الكرة في الجول طيرها فوق في السماء. حارس المرمى البرازيلي وبيده لنمرة ستة، بحاور يعدي وداخل النص يلعبها طويلة للأربعة اللي دخل راس حربة. الفريق البرازيلي بتنقلوا في كل مكان بسرعة خارقة، العمدة يلعبها ريفالينو، ريفالينو ماشي لسلطان بن نصيب، يلا سلطان للإمام لكن ما حصلها من أربعة، حصلها برضو الإمام ومعه وبيحاور بيحاور معه من أربعة، بيلعبها لسلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب يشوف الدلمين وبرضو ماشي وداخل يلعبها ناحية الكعبة لكن ما حصلها وتنقطع وتروح المرزوق، يلا مرزوق اعمل حاجة مرزوق، يلعبها هناك ناحية نادي براسه لغازي براس الناس المرزوق لكن ما حصلها وتروح العمار رجعها ناحية غازي لكن ما حصلها غازي وتطلع الكورة رميت اوت. 40 دقيقة من الشوط الأول والنتيجة 3 البرازيل لا شيء الهلال، 5 على صدره بهدي بيلعبها لثمانية لتسعة لعشرة، عشرة ماشي لسبعة، سبعة رجعها لخمسة، خمسة لتسعة، تسعة لعبها لكن حصلها ناجي، ماشي ناجي يلا يا ناجي يلعبها لمرزوق لكن تطول عليه تروح للعمار، العمار لريفالينو، ريفالينو طويلة ناحية الكعبي حصلها الكعبي للشايع طويلة لكن دفاع البرازيل براسه وتروح الناجي مرة ثانية حصلها ناجي، بحاور ناجي برضو ماشي بحاور يلا ناجي بموه بيطلعوها عليه الفريق البرازيلي، وبتروح لغازي، غازي ريفالينو، ريفالينو بحاور وبيمشي وبيصلحها الناجي لكن رجعوها الدفاع البرازيلي لحارس المرمى وبيده للظهير الشمال ماشي سيزار تلعب شوف نمرة اثنين فين دخل لستة، ستة لسبعة، سبعة ماشي لسبعة يا سلام الله أوفسايد، الله تمويها، تمويها من المهاجم البرازيلي، تمويها من المهاجم البرازيلي راحت لنمرة سبعة لكن أوفسايد
إبراهيم اليوسف يشوت الكرة طويلة ناحية نادي، لكن الظهير البرازيلي يحصلها، يلعبها النمرة 5 النمرة 2، نمرة 2 يلعبها لثمانية ويحاور ثمانية لخمسة لأربعة، ولكن يقطعها الكعبي براسه للإمام. الإمام ماشي وبيحاور الإمام وبرضه ماشي ريبالينو. يا سلام يا ريبالينو، يا سلام عليك سلطان، ما متوقع الكورة سلطان، ما هو متوقع الكورة. ريبالينو لعب كورة خيالية خيالية مرة واحدة، يعني سلطان لو كان متوقع الكورة دي 100% يحطها في الجول. العمار يسيبها لريبالينو، العمار لريبالينو ويحاول ريبالينو لغازي اللي داخل بيهاجم ريبالينو مرة ثانية. ريبالينو يلعبها ناحية الكعبي، الكعبي يحطها على الأرض وماشي الكعبي الإمام الكعبي، لكن نمرة 2 حصلها وضربة مرمى للفريق البرازيلي. ريفالينو لعب كورتين سريعة جدا، وطبعا هذه ميزة من ميزات اللاعبين البرازيليين انهم بيلعبوا كرات سريعة، لا يجب ان زملائهم مثلا لازم يتعودوا على كراتهم دي المفاجأة. الدفاع البرازيلي 5 تتقطع من عمار، يلا عمار بحار، العمار تروح لسلطان، سلطان ريفالينو يشوط في الجول على الارض. يا سلام يا ريفالينو، يا سلام يا سلام. ريفالينو لاعب فظيع جدا جدا، اليوم بيلعب مباراة رغم انها اول مباراة له مع الهلال، الا انه مرر عدة كرات فظيعة جدا، وشاط على الجول شوطة حلوة ومرت زي السهم تحك في الارض وقوية. نمرة 2 طويلة، نمرة 4 وماشي، نمرة 4 متوقعين اوفسايد، ما اوفسايد يحطها في الجول وبعيدة. دفاع الهلال متوقعين نمرة 4 اوفسايد، بالعكس ما كان اوفسايد، الاوفسايد ما احتسب الا اثناء لعب الكرة، اذا كان اللاعب واقف في موقف السلة اثناء لعب الكرة. دفاع البرازيل يحصل الكرة ويمررها 10 لباولو سيزار، باولو ماشي ومعاه غازي حلق عليها غازي ويمررها نمرة 10 يشوف الجول، لكن تخبط في العمدة ترجع العشرة مرة ثانية، رجع نمرة 5 وبراسه العشرة، لكن ناجي حصلها ويحاور ناجي يلعبها سلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب ماشي يشوف يد اليمين يسيبها لريفالينو، ريفالينو طويلة ناحية ناجي. يا سلام نقلات حلوة من ريفالينو، يلا يا ناجي ماشي، ناجي لمرزوق، مرزوق لناجي، اوفر ناجي وما في احد، ما في احد. رقم 4 من البرازيل اللي بيشوفه دائما بيهاجم لسبعة، سبعة طويلة ناحية باولو سيزار، باولو سيزار براسه لنمرة 9، لكن العمار معه برضه حصلها نمرة 9 ويلعبها لباولو سيزار، رجعها ورا لنمرة 6 يسيبها لتسعة، تسعة ماشي بيحاور برضه ماشي، باولو سيزار داخل معه، وباولو سيزار داخل، لكن اوفسايد، اوفسايد في راية مرفوعة، في راية مرفوعة بتقول انه باولو سيزار في موقف تسلل. حصلها برضه برازيلية بتتلعب لتسعة لعشرة، عشرة الباولو، وصفر الحكم وانتهى الشوط الأول بفوز الفريق البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للهلال، وإلى أن نلتقي في الشوط الثاني، لكم مني ألف تحية وإلى اللقاء. انتهى شوطها الأول بفوز الفريق البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للهلال. الحكم بيضبط ساعته، الفريق البرازيلي بيستنفر الكرة، والكرة معدول، رجعها وراء لوزينهو، وراء لبيري ماشي برضو ماشي بيلعبها
نحط طاولة سيجار، ما حصلها باولو، حصلها غازي، العبها لمرزوق، مرزوق على الدائرة، برضو ماشي، يشوف الدلمين وبحاور، بلعبها ناحية الإمام، الإمام لناجي اللي داخل منطقة الجزاء وبيطلعها الفريق البرازيلي، كورنر طلعها اللاعب جرين رقم 3، كورنر لصالح الهلال. أول كورنر في الشوط الثاني لصالح الهلال. الإمام لعبت الكرة بين فهودي والإمام، الإمام بحاور بيرفع أوفر لكن رين طلعها براسه ورجعها لحارس المرمى وبيده للظهير اليمين، شوف الدلمين ألعبها رقم 7، رقم 7 لأثمار، أثمار لرين، رين لنيتو طويلة لنمرة 9 دو وماشي دو وبرضو يلعبها لزوبالو وتروح لنمرة 7 نيتو رجعها لخمسة لوزينهو لتسعة دو وبرضو يلعبها لكن تروح لباولو سيزار والعمار براسه يطلعها اوت. رمية اوت البرازيل. باولو سيزار يلعب الكورة للوزينهو وبالعرض لرين، رين يدخل معاه غازي ويحصلها دو وبيلعبها هناك لعشرة اللي هو زوبالو لكن يشوتها في الجول لكن يمسكها ابراهيم اليوسف، يلعبها الغازي حصلها باولو سيزار لكن تطول عليه وتروح لابراهيم اليوسف ومشي الكره ابراهيم على الارض ويشاور لزملائه وبيده يلعبها ناحيه العمار، العمار براسه للامام، الامام ماشي ماشي الامام برضه ماشي بحلق على دفاع البرازيل وبرضه ماشي وداخل وبرضه ماشي بحاور بيعدي من المدافع بيلعبها ناحيه مرزوق، مرزوق حيرفع اوفر يرفعها طويله ناحيه الامام تروح الحرشي، الحرشي داخل وتطول على الكوره وتطلع ضربه مرمى والعمار طايح على الارض لانه اشترك في كوره براسه مع لاعب من لاعبين البرازيل وطاح على الارض وان شاء الله سليمه والحكم بيوقف المباراة، رجال اسعاف بيعمل الاسعافات الاولية للعمار وسليمة ان شاء الله. طبعا زي ما انتم عارفين انه انتهى لقاء الاهلي من جدة والفريق البرازيلي بفوز الفريق البرازيلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وايضا كان انتهى الشوط الاول من المباراة بين البرازيل والاهلي بتعادل فريقين بدون اهداف، وفي الشوط الثاني حقق الفريق البرازيلي ثلاثة اهداف. بيري لزوبالو لزنهو تلعب حصلها فهودي جاي ماشي فهودي داخل وبكعبه الكعبه ما حصلها، حصلها دفاع البرازيل وقطعوها تروح لرين ومعاه الكعبي في فاول على رين في المربع رقم 8. فاول للهلال، الكعبي حيشوت يرفع اوفر والفريق البرازيلي لوزينهو براسه تروح لباولو سيزار، باولو يلعبها لكن تروح للامام والامام بحاور وبمرر الكوره وتروح الحبشي لسلطان بن نصير يحطها في الجول لكن ما يحصلها وتروح يا سلام يعتبر الله فهودي والكعبي ضيعوا فرصه، فرصه ضاعت على الهلال، فرصه ثمينه. استبدل الهلال اللاعب ريفالينو باللاعب الحبشي وطلع ناجي ولعب بداله فهودي، سيزار ماشي وداخل سيزار برضه ماشي ومعاه مرزوق برضه يحصلها سيزار بحاور وبيلعبها ناحيه لوزينهو
لزنه البيري، بيري ورا لزنه يصلحها على الارض، وش بدي لمين ورجعها تلعب ناحية باولو سيزار وتروح لعشرة عليها، لكن ابراهيم اليوسف يدخل معاه وتروح وبرضه ابراهيم اليوسف داخل، والفريق البرازيلي بيهاجم، لكن ابراهيم اليوسف طلع كورة مرزوق، في فاول على الفريق البرازيلي. الامام ماشي وبيحاول يلعب الكرة للسلطان بن نصيب، لكن ما حصلها، يدخل دفاع البرازيل وياخذوها نمرة خمسة لوزينهو، وبيلعبها طويلة ناحية الجناح اليمين رقم سبعة نيتو، بيرفع اوفر وما حصلها باولو سيزار، وتروح لباولو سيزار ويحاول وداخل ويحصلها الكعبي، وماشي الكعبي وبرضه داخل وماشي ويحاول برضه ماشي بشوف اليمين وبمررها للامام وداخل الامام، ماشي الامام داخل منطقة الجزاء، برضه ماشي الامام يعكسها وما في احد. الله فرصة ثمينة، الامام دخل منطقة الجزاء وطلع كورة عكسية لهجوم الهلال، لكن تعدت منهم ما في حد حصلها، وطلعها الدفاع البرازيلي برا الملعب اوت. الحبشي حارم الاوت، وفي تغيير طلع العمار ولعب بداله اللاعب رقم 18 الرزقان، تتلعب ناحية الكعبي للحبشي وداخل الحبشي ويلعبها ناحية فهودي يلعبها خطأ، تروح باولو سيزار لجاري ماشي بيلعبها لنيتو، ماشي نيتو ويلعبها لدوم، حصلها غازي يلعبها للإمام وبرضه ماشي الإمام، لكن يحصل الدفاع البرازيلي ويقطعوها، رجع حارس المرمى. نمرة 2 أسمار، تتلعب للوزينهو لنيتو، لكن ما حصلها نيتو، تطلع على الكرة اوت. غازي يلعب الاوت ناحية الامام ومعاه لوزينهو، يحصلها لوزينهو ويرجعها ورا البيري، وبيري يلعبها لحارس المرمى وبيده ناحية نيتو على الارض للوزينهو لباولو سيزار، وطويلة باولو سيزار هناك ناحية جار الماشي وداخل مع الامام بيحلق عليه، لكن بيرفالدو خذ له مكان وبيلعبها عكسية، حصلها الرزقان اللي دوب نزل بدل العمار ولعبها للامام، الامام بيشاور السلطان يلعب الكورة خطأ، يا خسارة. نمرة 8 مندوكا ماشي يسيبها لعشرة زوبالو، وتروح هناك لأربعة بيريفالدو لجاري لبيريفالدو مرة ثانية، وداخل بيريفالدو وبحاور وبيعدي من واحد وبرضه ماشي وبيرفع أوفر، لكن العمدة حصلها العمدة ويهدي الكرة على الأرض وبيلعبها ناحية الحبشي، وماشي الحبشي لمرزوق داخل وبرضه ماشي يلعبها ناحية فاودي، داخل فاودي لكن أوفسايد. تسعة دقائق من الشوط الثاني ولا تزال النتيجة 3 البرازيل لا شيء الهلال. أسمار طويلة ناحية دو المندوكا ماشي نيتو، نتيجه بدي لمين بيلعبها بالعرض لباولو لدو داخل دو، الله مسكها حارس المرمى، ومع ذلك في اوفسايد. غازي للحبشي لرين لأسمار، أسمار طويلة ناحية بيريفالدو، لكن حصلها رين طويلة ناحية نيتو، حطها على الأرض
ماشي نتو بيحاور برضو بيحاور وبيشوتها في الجول وضعيفة وامسكها إبراهيم اليوسف. إبراهيم اليوسف يرمي الكرة بيده للكعبي، الكعبي على الأرض بيشوف الدرمين بيلعبها ناحية سلطان بن نصيب، وثمار معاه يحلق عليه وماشي سلطان يعدي من أثمار وبرضو ماشي وبيحاور ويعدي يعدل من الوزنه برجعها للكعبي، الكعبي للسلطان وبكعبه لفهودي للكعبي وداخل الكعبي وتروح لدفاع البرازيل ويقطعوها ويطلعوها برا. رمية اوت للهلال. الامام للكعبي للامام، شوف الدمين الامام بحاور بشاور لزملائه برم الكرة الكعبي، كعبي يعكسها ناحية الرزقان لكن نيتو يطلعها طلعها اوت. رزقان شوف الدلمين يسيبها الغازي، غازي ناحية السلطان لكن دفاع البرازيلي طلعوها تطلع الكرة اوت. غازي حير من الأوت ويرميها طويلة وأثمار براسه تروح لنيتو ومعها الإمام يحلق عليها الإمام يحصلها الإمام وفي فاول، في فاول على نيتو في مربع رقم 7. نيتو حجز الإمام لما الإمام حصل كورة وحاول يتعدى منه عمل حجز واحتسبها الحكم فاول على الفريق البرازيلي. الإمام حيلعب الفاول والحكم بيرجع اللاعب البرازيلي 10 قدم عشان تتلعب الكرة. الإمام حيلعب الكرة يرفع أوفر ناحية السلطان. يا سلام يا سلطان، يا سلام يا سلطان، سلطان يطير في الهواء ويشوف الكرة على الطائر وتطلع الكرة ضربة مرمى لصالح البرازيل. ريل ماشي نيتو، نيتو لجاري مندوكا لباولو سيزار. واليوم يلعب في المنطقة الشرقية نادي الزمالك المصري ونادي القادسية السعودي، وبقي على نهاية الشوط الثاني من المباراة ربع ساعة ولا تزال النتيجة 1-0 لصالح نادي القادسية السعودي. وتتلعب الحبشي براسه للكعبي، الكعبي اللي فهودي يحاول فهودي بيلعبها لكن باولو سيزار يقطعها بيرجعها لبيريفالدو، بيريفالدو لأثمار، أثمار يهدي اللعب لزينهو، لزينهو الجاري، لزينهو مرة ثانية لنيتو يهد الكرة على الأرض ويحاور مع غازي ويحصلها غزقان يسيبها للإمام. الإمام ماشي وداخل يشوف الدلمين الإمام بيحتفظ بالكرة الإمام وبرضه بيحاور بيحلق عليها الفريق البرازيلي بيحاور بيرجع الكرة الغازي، غازي يشوف الدلمين وبيلعبها ناحية سلطان بن نصيب وتروح الباولو سيزار لأثمار، أثمار ماشي ماشي أثمار برضه داخل بشوف الدلمين وبيلعبها ناحية 7 جاري، جاري ماشي بيحاور بشوف الدلمين لنيتو، نيتو على الأرض وتروح الباولو سيزار مرة ثانية ليدما ويحطها في الجول ليدما. أوفسايد، أوفسايد في راية مرفوعة وصفارة إبراهيم اليوسف حارس الهلال يحط الكرة على الأرض عشان يلعب والفريق البرازيلي بيعمل تغيير. طلع اللاعب رقم 6 نيتو
الغريبة أنه مكرر رقم 6 نفسه، واللاعب اللي دخل برضه رقم 6. كورنر لعب الكعبي الفهودي ويرفعها أوفر، حصلها دفاع البرازيل أسمار ويلعبها ناحية زوبالو. زوبالو ماشي ويلعبها لجاري للرزقان لسلطان بن نصيب، تتلعب لكن أسمار يحصلها ويلعبها لزوبالو. زوبالو الجاري، جاري ماشي، جاري ماشي وبيلعبها لبيريفالدو ويعكس أفر، لكن إبراهيم اليوسف يمسك الكورة ويرميها بيده للكعبي على صدره وماشي الكعبي على النص، يلعبها الحبشي وداخل نص ملعب البرازيل وبرضه ماشي لسلطان، ما حصلها سلطان، تروح لنمرة 6 اللي لعب بدل نيتو، لكن رجعها لحارس المرمى أسمار. أسمار لزينهو، لزينهو ماشي يلعبها لأسمار مرة ثانية لزوباولو. مندوكا حصلها الكعبي، رجعها ورا ناحية نصر الشايع، بيلعبها بالعرض ناحية غازي، غازي لرزقان وداخل رزقان، لكن يحصلها دفاع البرازيل وحصلها رين ورجعها حارس المرمى. حارس المرمى يلعبها مرة ثانية لرين عشان يهدي اللعب ويشاور له، يلعبها لباولو سيزار. باولو سيزار ماشي ويلعبها للوزنهو، لوزنهو ماشي لمندوكا، مندوكا الدو الباولو سيزار، لكن تنقطع ويلعبها مرزوق الحارس المرمى ابراهيم اليوسف. ابراهيم يشوطها طويله ناحيه السلطان، لكن اسمار ورا يلعبها عاليه لحارس المرمى. حارس المرمى بيده لرين، رين على الارض للوزنهو، لوزنهو يمشي يشوف يد اليمين ويلعبها طويله ناحية دو وماشي دو ومعاه غازي، بحلق عليه غازي، بحصلها غازي منه ويمشي غازي يشوف يد اليمين يلعبها ناحية الإمام على صدره لمرزوق غازي، غازي للكعبي، الكعبي يحط الكرة على الأرض وبرضه ماشي يسيبها للإمام لفهودي. فهودي ماشي وداخل فهودي ويرفع أوفر، و حارس المرمى يلعبها لكن تروح لرزقان، رزقان بيلعبها للامام، الامام يرجع ورا، بيرجع ورا وبيحاول وبيرفع اوفر للرزقان، يا سلام يا رزقان، وريم يحصلها منه ويقطعها وبيلعبها لزوباولو. زوباولو باولو سيزار، باولو سيزار بيحاول بيلعبها لبيريفالدو، بيريفالدو ماشي وداخل ويلعبها لجيرل لبيريفالدو، لكن ما حصلها، حصلها العمدة، ماشي العمدة للكعبي، الكعبي لسلطان بن نصيب. سلطان بن نصيب اليوم بيتحرك في أماكن كبيرة وبيحاول إنه يشكل فطورة على مرمى الفريق البرازيلي، وباص خطأ حصلها باولو سيزار ويلعبها لبيريفالدو. بيريفالدو ماشي، ماشي بيريفالدو معاه باولو سيزار ويلعبها لباولو، باولو لبيريفالدو مرة ثانية وداخل بيريفالدو وداخل بيعكسها في الجول وتطلع الكرة برا. و24 دقيقة من الشوط الثاني ولا تزال النتيجة 4 البرازيل لشيء الهلال، والفريق البرازيلي بيعمل تغيير، حيطلع أسمار نمرة 2 وينزل بداله رقم 13 العدو وأسمار. تتلعب الكرة فهودي، الكعبي، الكعبي لنصر الشايع للرزقان، الرزقان يلعبها بالعرض ناحية غازي، غازي شوف يد اليمين
يلعبها للإمام، لكن رين يحصلها ويلعبها ناحية لوزينهو. لوزينهو بيلعبها هناك ناحية غريفالدو، حصلها مرة ثانية دو بيلعبها طويلة ناحية نمرة 6 اللي لعب محل نيتو، ويلعبها لرين اللي داخل قدام، ورين لوزينهو. لوزينهو بالعرض ناحية غريفالدو، لوزينهو زوبالو لرين ما يحصلها وتطلع تروح العمدة. العمدة الحبشي، الحبشي يلعبها وتروح لنمرة 13 اللي قبل نزل، تروح لباولو سيزار. باولو سيزار معاه سلطان بن نصيب، يحاول من سلطان، يعدي من سلطان وبيلعبها ناحية غريفالدو للاعب نمرة 12 اللي نزل محل اسمار. غريفالدو لوزينهو، غريفالدو يشاور غريفالدو بنمرة 12 وطويلة ناحية رقم 6، سلطان حصلها يلعب الغازي وداخل غازي يسيبها لسلطان، وبرضه ماشي سلطان. يلا سلطان ما معاه أحد، بيحلق بيلعبها لغازي، غازي يرفع اثر ناحيه الحبشي لكن ما يحصلها. المدافع البرازيلي رقم 12 يطلع الكره كورنر. الكعبي الفهودي، الكعبي مره ثانيه لناصر الشايع، اوفر طويله وما في احد، تطلع الكره ضربة مرمى للفريق البرازيلي. رين ماشي يحاور برضو ماشي، يلعبها لباولو سيزار. باولو سيزار ماشي برضو ماشي، بيلعبها لرقم 13. 13 ماشي مع باولو سيزار، لباولو لزينهو، لزينهو لنمرة 6، ل12، ل6، ويقطعها الإمام، رجعها وراء لإبراهيم اليوسف. إبراهيم اليوسف للعمدة، يهدي اللعب العمدة، يشوف يدي لمين، رجعها وراء مرة ثانية لإبراهيم اليوسف. إبراهيم اليوسف جدو للكعبي، كعبي ماشي برضو ماشي، الكعبي داخل نص البرازيل، يلعبها للرزقان. الرزقان لمرزوق، مرزوق للإمام، والإمام يشوف يدي لمين، وبرضه ماشي الإمام وبيحاور لمرزوق وما ينتبه لها، أوفسايد. أوفسايد للفريق البرازيلي. 28 دقيقة من الشوط الثاني ولا تزال النتيجة 4 البرازيل لا شيء للهلال. حارس البرازيل بيده اللاعب رقم 6 ل9 دو، لكن حصلها مرزوق، العبها للرزقان وشد رزقان في الجول وبعيده، وتطلع الكوره ضربه مرمى للفريق البرازيلي. ريفالدو ويلعبها وتروح لريفالدو مره ثانيه، تلعب ناحيه 15 لكن فوزي حصلها، تروح سلطان بن نصير، سلطان بن نصير داخل، سلطان بن نصير بحاول ماشي سلطان، الله يا سلطان الله ترجع ثاني سلطان حقه، وانتهى الحارس. فرص، فرص تضيع، فرص خياليه بتضيع اليوم. الكعبي يرفع ما يحصل، الحبشي يحصلها نمره 12، غريفالدو ال 12 رجعها، لكن تطلع الكره ضربه مرمى للفريق البرازيلي. عدة فرص ضاعت على الهلال اللي كان ممكن يحققوا منها هدف او هدفين على الاقل، يعني ضربة مرمى للهلال للبرازيل. الحكم بيرجع الكرة، يقول خلي الكرة لما تطلع من منطقة الجزاء.
عارف البرازيل كيف الكرة طويلة، كعبه براسه معاه دو لعب، تروح للرزقان، رزقان بحاور برضه بحاول رزقان وبمرنها للحبشي، لكن يقطعها لوزينهو، بيلعب ال 15 15 ماشي، يلعب البيرفالدو ل 15 باولو سيزار ماشي، باولو سيزار برضه ماشي بحاور ل 15 لكن العمده يقطعها ولمسه يد هاند بول على الهلال. خذوا هات سريع بين باولو سيزار ولاعب رقم 15 لكن دخل العمده وشال الكرة بيده واحتسبها الحكم هانز بول لمسة يد. حط الكرة لوزينهو، يحط الكرة على الأرض والهلال بيعمل حيطة والفريق البرازيلي بيوقف عند الكرة وما نعرف مين اللي حيشوت، في باولو سيزار ولوزينهو واللاعب رقم 15 وما نعرف مين اللي بيشوت، لكن الظاهر لوزينهو يلعبها في الجول، يا سلام وتخبط في القائم وترجع ويحطها الهدف الخامس، الهدف الخامس للفريق البرازيلي. يا ساتر اللاعب باولو سيزار لعب فاول في المقص بالضبط ما حصلها ابراهيم اليوسف وارتدت لزميله اللاعب رقم 12 اللي هو رقم 12 اللي ما عندنا اسمه وحطها بكل بساطة في الجول وسجل الهدف الخامس للفريق البرازيلي. كعبي لصالح العمر اللي دوبه نزل بدل غازي للإمام، الإمام لمرزوق لصالح العمر للرزقان، يسيبها للكعبي ويحاول الكعبي ويمشي ويلعبها للإمام، برضو ماشي الإمام يشوف يدي لمين بشماله للكعبي اللي دخل بيهاجم للإمام مرة ثانية، أوفر لمرزوق على صدره مرزوق يلعبها للكعبي، يا خسارة يا مرزوق باص سيء جدا وكان مفروض يلعب الكرة بكل بساطة للكعبي اللي كان ماخذ له مكان وبدل ما يحط الكرة لزميله راح لعبها في العاوت. ضربة مرمى البرازيل، رين للحارس مرة ثانية، لرين مرة ثانية للحارس وخذوهات بين الحارس ورين، وبيده ل 13 ل 12 لرين ماشي بيعكسها وباولو سيزار جلي منها لكن العمده يشيلها ويلعبها الحارس المرمى ابراهيم اليوسف، تتلعب للرزقان تروح للمرزوق لصالح العمر، هذه الكرة على ارض صالح وماشي سلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب بيحاور بيلعبها لمرزوق، مرزوق على الدائره بيلعبها طويله ناحيه فهودي، فهودي ماشي وبرضه ماشي فهودي يشوف يدي لمين يلعبها المرزوق، مرزوق بيحاور برضه بيحاور لكن بيريفالدو يحصلها وبيلعبها طويله ناحيه زميله اللي دوب نزل باولو سيزار لكن ما يحصلها، يحصلها الكعبي، كعبي على الدائره وماشي وبيحاور يلعبها للرزقان، الرزقان ماشي يشوف يدي لمين للكعبي، الكعبي بكعبه لكن رين يحصلها يلعبها لدو، تنقطع الحبشي لكن تروح اللاعب رقم 6 ويطلعها رمية اوت لصالح الهلال. الامام يلعب الكرة العمدة، عمدة هذه الكرة على الارض يلعبها المرزوق، مرزوق السلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب ماشي ويعدل واحد يمشي يمشي سلطان، يا خسارة لو كانت الطيحة ذي جوا داخل منطقة الجزاء سلطان كان كسبنا منها بلانتي، لكن قبل ما يدخل منطقة الجزاء الفريق البرازيلي عنقلوا اللاعب رين واحتسبها الحكم ضربة حرة خارج منطقة الجزاء. سلطان بن نصيب وقع على الأرض وإن شاء الله سلامات.
وسليمة الحمد لله. سلطان بن نصيب قام ما في شيء. والفريق البرازيلي بيعمل حيطة وانا شايف الامام والكعبي بتلعب الكرة بالقلب. الله عالية لعبها الكعبي سريعة وقبل ما الفريق البرازيلي يستعد لعمل الحيطة لكن طلعت الكرة من فوق العارضة ضربة مرمى. الفريق البرازيلي حارس المرمى للاعب رقم 12 الحارس مرة ثانية وبيده طويلة اللعب 15 على صدره ويمشي يشوف يد اليمين ويلعبها لبيريفالدو وما حصلها بيريفالدو تطلع الكرة رمية اوت لصالح الهلال. 39 دقيقة من الشوط الثاني والنتيجة 5 أهداف للفريق البرازيلي مقابل لا شيء للهلال. صالح العمر على الأرض للإمام لمرزوق بين اثنين ودخل مرزوق وبرضه ماشي لكن رين معاه حصلها رين يقطعها منه وبكل بساطة وهدوء ويرجع الكرة لحارس المرمى يلعبها ل 15 على صدره للاعب رقم 8 اللي لعب بدل مندوكا ل 15 لباولو سيزار. باولو سيزار بحاور ل 15 وبرضه ماشي يحصلها الرزقان لكن في فاول على الرزقان لانه عنقل اللاعب رقم 15. 40 دقيقة من الشوط الثاني وخمسة البرازيل لا شيء الهلال. الهلال بيعمل حيطة ها باولو سيزار برضو اللي حيشوت يا ترى لا يسيبها خمستاشر يمررها الباولو سيزار داخل لعب الله. شوف كيف التمريرات السليمة الحلوة. الهدف السادس هدف سادس البرازيل سجل الهدف السادس في تمريرة حلوة وخدعة. دفاع الهلال ما كانوا متوقعين الكرة هذه كانوا متوقعين ان اللاعب اللي قدام الكرة حيشوت الكرة في الجول وبدل ما يشوتها مررها لزميله الزميل الثاني اخذ له مكان ومرر الكرة من بين الحيطة وضرب المرمى مسجل الهدف السادس للفريق البرازيلي سجل اللاعب بيريفالدو. الكعبي يشوف يد اليمين للرزقان الرزقان بيحاول وماشي للحبشي طويلة للكعبي لكن بيريفالدو حصلها بيلعبها بيده لرين ل 15 بحاور 15 بيلعبها ناحية باولو سيزار لكن حصلها رقم 12 وماشي وبرضه ماشي لكن يقطعها وتروح ل 15 مرة ثانية حصلها صالح العمر وتنقطع منه وتروح لزينهو ل 15 ل 12 نصر الشارع بيلعبها تروح للحبشي براسه للرزقان رزقان ماشي بلعبها اوفسايد سلطان اوفسايد واضح. 42 دقيقة والنتيجة 6 البرازيل لا شيء الهلال. البرازيل اليوم اظهروا لنا كرة ممتعة وسريعة وحلوة. احنا طبعا النتيجة ما تهمنا لانه احنا نبغى نستفيد ونحتك من اللعيبة اللي سبقونا في المجال هذا. بيريفالدو تنقطع منه تروح للحبشي الحبشي ماشي شوف يد اليمين وداخل النص في ملعب البرازيل بيلعبها لصالح العمر يسيبها للامام على الارض الامام لرزقان وما حصلها رزقان تروح لوزينهو يحاور وبيلعبها ناحيه رقم 8 اللي لعب بدل مندوكا لباولو سيزار ماشي باولو مع 15 لكن تنقطع وترجع ل 8 لعبها طويلة ناحية بيريفالدو وحصل فهودي على صدر فهودي وماشي فهودي يشوف يد اليمين على فهودي للكعبي والكعبي للحبشي الحبشي داخل لكن رين حصلها ويلعبها لحارس المرمى بيده لزينهو لرين مرة ثانية رين رجعها لحارس المرمى بيد الرقم 12
طويلة الجناح اليمين اللي لعب بدل جيري ويسيبها البيريفالدو ل15 طويلة ناحية دوم حصلها دوم ويمشي وبيلعبها بيعكسها للاعب رقم 6 ويسيبها باول لكن يتجلي منها باول يحصلها ل15 وشوتها بالجول لكن تخبط في الدفاع وترجع ويحصلها الحبشي يلعبها الحبشي طويلة ناحية الإمام والإمام ماشي يلعب الكرة إمام قبل ما يلعب زميلك الطرف صايد خربت هجمة يا إمام تتلعب حصلها فهودي داخل فهودي ما تقدر تجيبها بلعب بيلعبها في الجول وماشي على الجول وتطلع برا برا فهودي من جنب في الجول وبدل ما يحط الكرة في الجول حطها من جنب القائم عارف لك يا فهودي فرص بتضيع ما ادري ليه ما بيتحكموا بالكوره لما يختلوا بالمره حصلوها الفريق البرازيلي بيحطوا منها اهداف المفروض انه نتعلم منهم ونستفيد حتى اننا ان شاء الله في يوم من الايام نصل الى المستوى اللي وصلوا له البرازيل بيريفالدو رجعها وراء ال 12 شوف يدي لمين لوزينهو طويله لسته وصفر الحكم وانتهت المباراة بفوز الفريق البرازيلي بستة اهداف مقابل لا شيء للهلال والى ان نلتقي في مباراة اخرى